أنا بكرة المدرسة لأن الأستاذات بينزلوا فينا القتل. هذيك المرة لأخوي المدام بدها تضربه المسطرة عم تربطه عتمه أم نزل الدم، وما بحب إلا اثنين بالمدرسة، الأستاذ الرياضة ومدام الرسم، لأن هدلهم ما بيضربونا. شو ما بدي أعمل بالأستاذ الرياضة، بطلع لبرا بوقف على الحياة ما بيحكي شيء، وأنا لهيك بحب الرسم. بالأول تركت المدرسة مشان ساعد أبي، هو أبي بيشتغل بالخضرة وأنا بيشتغل بالمخزن هنيك عنا بطرابلس. قول للمعلم فيني روح خسر السيارات، بيقول لي أوكي. أنا بطلع على السقف وبفرك سيارات وبدلق مي، وبس يطلع من نشفة ونلمع الدواليب وبيعطينا مصاري. بالأول خسيل السيارات كان ما بيكفي مصاري، أم تركت خسيل السيارات أم صرت مع أبي اشتغل معه على الطبل ولمله المصاري. وإيه أم أبي بيطلع البيت من ساعة الساعة أربعة، نحنا أربعة ونص بننزل لتحت على البداوي على القهاوي منطلع شارقية 50,000. كمان ها أم هونيك عنا بطرابلس بتاع الطبل، بس هلا جاتنا هون بيع الكوم ومحايل. علمني ابن عمي نشتغل روح أقول للعالم يشتروا مني علكة، أم العالم يشتروا بيزعلوا علي بيعطوني مصاري. أوقات بالكورة كنت فوت على المطاعم ما حدا بيحكي معي، بس هون هيك بيعيطوا علي بيضربوني بيكحشوني بيقولوا لي ما تقرب لهم. كمان بالمينا في بيع بوزة بضلني واقف هنيك عم بيعيط علي. أما هذيك المرة لقت أختي عم مش اسمه ضربة، الشرطة بيبرموا علينا مشان يحطونا بالسجن. أم نحن بنهرب منهم بنتخبى محل السيارات، وأم هنا بيروحوا نحن بنطلع. أنا بحب نشتري بيت ونبعد عن المنطقة اللي عنا، ونشتري غراض في فرش، وأبي بيعمل قهوة، وشو كمان وأنا أشتري موتير وأشتري تياب، نشتري لأخواتي تياب.